انا لما اكون جيعان انا اكون انسان ثاني تماما. والله ما فهمت ولا شيء بس شكله مستمتع. شكرا على تفاعلكم في المقطع الماضي. في المقطع الماضي تكلمت عن مسابقة بالتعاون مع تطبيق جواكر. الآن راح اختار الفايز بالآيفون 11 برو ماكس اتش دي مسابقتي. كيف؟ زي ما تشايفين عندنا هذول كلهم الفايزين او الناس اللي تأهلوا في التحدي. كنترول A نسحب كل الاسماء ونوديها للبرنامج عشان يختار اسم. وربي مرة متحمس كنا نلحفظ بالايفون. بسم الله توكلنا على الله. شوف انا اسف واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم. دحوم 55 مبروك. راح يتواصلوا معك تطبيق جواكر عشان يوصلوا لك الجوال ان شاء الله. وللي ما فاز ان شاء الله في المرات الجايه. يلا نخش في الفيديو. ابدا كلامي في تحيه الاسلام. سلام عليكم وعليكم السلام. هلا اسمع رامي انت وهو وهي معكم عمر خليل سيف الدين زراديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم عمر من قناه ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، اليوم أنا أشعر بالجوع. اليوم حنعمل مقطع مختلف. في مقطعنا لليوم راح نوجه رسالة صريحة ومقصودة إلى سحس اليوتيوبر ونقول له انتهى دورك، الآن هنالك سحس جديد. اليوم ما راح أكل وجبة واحدة، اليوم راح أكل أكثر 7 وجبات أحبها. أنا لما أكون جيعان أنا أكون إنسان ثاني تماما. أنت مش أنت وأنت جعان. مبدئيا كذا خلينا نوصل كذا يعني نصايح وفوائد. يا جماعة الخير الوجبات السريعة وجبات مضرة لأنها سريعة. ما ادري ايش دخل بس يعني خبير الوجبات السريعة سابقا. الآن مرة واحدة في الأسبوع فقط والمرة الواحدة دي يجيب 7 وجبات. في المركز السابع عندنا شاورما عربي من شاورمر. يا أهلا وسهلا. بسم الله. شوف عزيزي المتابع شوف شوف الابداع شوف الابداع. الشاورما العربي وما ادراك ما الشاورما العربي. الشاورما العربي عباره عن شاورما بالجبنه. ايوه صح صح نسيت. عندنا معايير في التقييم اليوم توب 7 يعني حركات. المعيار اللي عندنا يعني انه ما نبغى نجيب وجبات مكرره وفي نفس الوقت راح نقيم بناء على الطعم والسعر والخدمه والنظافه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا. شوف التوب شوف التوب شوف شوف اوف كببت الدنيا. انا بدأت اكل من دحين. استنى بقيم. تجيب الشاورما عزيز المتابع وتاخذ بها كده ايه غمسة. انا ببقي من حلاوة الطعم. والله نسيت البس القفازات حتى من كثر الاندماج في الموضوع. بسم الله نخش في الوجبة. هلا والله. طبعا اكيد يا جماعة الخير الشاورما من الحاجات اللي لا يعلى عليها. تقييمي 7 من 10. بالنسبة للسعر الصراحة 5 من 10 لانه الشاورما هذا الصندوق ده الصغير 6 حبات ب26 ريال. وانا بصراحة يعني في العادة ما اخذ الحجم الصغير. الحجم الكبير ب30 ما ادري بكم. والخدمة والنظافة 9 من 10. شاورما مبدعين في الشيء هذا بصراحة. ابداع والله ابداع. بسم الله. الله 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 هلا بالعيون. والله هلا جاء القطار. توت 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 تو بي كونتينيو. يا جماعه الخير ملاحظه مهمه. الاكل هذا ما حيترمي. انا خلاص عندي مخزون الاسبوع كامل اني ما راح ارميه كذا. لا حرجع اكله. والله نشكر شاورما على التحفه الفنيه. اللي بعده اللي بعده عندنا بيت الشوايا. الله الله رزة كب كب. كم كبت الدنيا. خدمة المطعم سيئة. ايش ده التغليف الزفت. والله يقول عدم الدنيا. الله يديهم بس. لا السفرة لازم تتغير. وربي لو تتكبكب يا وعد. سفرة نقول لها مع السلامة. الله الله يهديكم يا بيت الشوايا. بسم الله عدنا لساحة المعركة. والله انا كان عندي حب للبخاري ونص حبة شوايا والشغل ده بس زعلوني الصراحة. شوفوا كيف التغليف. تعطيها عصرة من الليموني. تعطيها كده عصرة ليمون حلوة. هنا اللزازة. يا سلام يا سلام. شايفين حبة الدجاجة كيف؟ سبحان الله. قلت سبحان الله. بسم الله. والله لا بأس صراحة. يا جماعة الخير عشان أكون منصف أداء المطعم اليوم منه مظبوط. أنا هحط هذا في المركز السابع وأحط الشاورما في المركز السادس. طعم 6 6.5 من 10. يلا بالنسبة للسعر ما أحسه زي باقي محلات الشواية. يعني أحس هذا يعتبر من أغلى المحلات لكنه في نفس الوقت من أنظفهم. السعر أعطيه 6 من 10. سعر الوجبة 20 ريال. بصراحة 20 ريال على نص حبة شواية شوية يعني مو مبالغ فيه بس أعلى من البقية. وبالنسبة للخدمة بصراحة يعني سلموا الطلب بسرعة. أي نعم. فنعطيهم 5 من 10. هي حلني كيف حغلفه هذا بالله. في المركز الخامس عندنا الإيطاليانو. بسم الله. فان تايم بيتزا.
اوه والله مغلفين ومزبوط، كفو يا النظافه، ارتفع التقييم. شوف شوف شوف، قول ما شاء الله. شوف بيتزا الطفوله يا جماعه الخير، فان تايم بيتزا. والله افتكر كنا لما نروح الرحلات في المدرسه كنا دائما نقول يا مدرسه ودينا فان تايم عشان نضرب بيتزا. عيونك اخر مالي. الطعم، الجبنة يا جماعة الخير دمار شامل، جبنة فانتان بيتزا متميزة، الطعم 8 من 10 وبجدارة كمان. الإشكالية الوحيدة في فانتان بيتزا هو السعر بصراحة، يعني البيتزا هذه تعتبر أصغر حجم تكفي شخص ونص، يعني شخص ونص يعني واحد جيعان مرة أو واحد وتاني بس مو جيعان. سعرها 31 ريال أصغر حجم، يعني تروح أماكن 31 ريال تأخذ أكبر حبة، فالسعر أعطيه 6 من 10. بالنسبة للنظافة المطعم وبيئة المطعم عموما وبيئة المكان يختلف على حسب الفرع، بس يعني انا لو نتكلم على حق الملاهي اللي في فان تايم وربي مره جيد 8 من 10. اللي بعده باربيكيو انجلز من ماكدونالدز. الله عليك يا ماكدونالدز، الله عليك يا ماك. طبعا شباب المطاعم كلها اللي في المطعم دي ترى مو اعلانات، لا حد يروح يشتري منه، مره خسروهم مره ما دفعوا الفلوس المجرمين. هلا بالزيت يا مرحبا. هلا هلا هلا. اسم في بطاطس دائما ماك يكون في بطاطس مطبوخ في الكيس، ما ادري ليه. ما تدري ليه؟ عشان تاكله. إذا تروح ماك ما تسوي الحركة هذه أنت ما رحت ماك. باربيكيو أنجس من ماكدونالدز جماعة الخير، إذا ما جربتوا أنتوا ما جربتوا ماكدونالدز بصراحة. ألذ برجر موجود في ماك، جوته كذا أشياء غريبة مرة شايفين، وأهم حاجة تاخذوا معه الصوص هذا اسمه سويت أند ساور، مرة رهيب مرة رهيب. بسم الله توكلنا على الله. هلا هلا هلا. والله العظيم يا جماعة الخير أنا في حياتي جربت برجرات مرة كثير، هذا من البرجرات اللي طعمها مختلف، مو دائما عيش جبنة لحم خس عيش ثاني، هذا كده تحس طعم أول مرة تأكله في حياتك، حاجة مرة حلوة كده وفخمة من اسمه، اسمه باربيكيو أنجس الفاخر. طعم البرجر 8.5 من 10. الإشكالية الوحيدة في البرجر هذا إنه مرة غالي، يعني بصراحة سعره مبالغ فيه، الوجبة حقه الحجم الصغير 36 ريال. السعر اعطيه يا جماعه الخير ما بقول 5 من 10 لانه بصراحه سعره مره يعني بالنسبه لطعمه يستاهل 6 من 10. وطبعا بيئه ماكدونالدز ما عليها خلاف، بيئه مره حلوه وممتعه وتحس كده فرفوشيه، بيئه ماكدونالدز ونظافه المحل وخدمه العملاء 9 من 10. يستاهلوا ماك يستاهلوا. بيب يعطيك العافيه يا ماك. والله ماك نورنا في المركز الرابع. المركز الثالث، في المركز الثالث عندنا كنز. والله يا جماعة الخير هذا واحد من أكثر المطاعم اللي أنا أحبها، أحبها حب مو طبيعي. شوفوا يا جماعة الخير الصندوق كيف رهيب، شوفوا يا جماعة الخير الحلاوة. من أكثر الأشياء اللي تعجبني في كنز إنه يهتموا بالتفاصيل، بمعنى مو زي باقي المطاعم مثلا تروح تلاقي البرجر طعم البطاطس لك عليه، البطاطس طعم البرجر لك عليه، هذا كل حاجة فيه حلوة، العيش مرة حلو، السلطة الملفوف من أحلى السلطات اللي تاكلها في حياتك، دجاج مبهر بالطريقة مرة حلو، والبطاطس هلا هلا. أصلا شوف كيف البطاطس، البطاطس ملولو، البطاطس شايفين؟ أنا عندي بروتوكول معين لما آكل كنز لازم أبدأ بالسلطة، الملفوف هذا أنا قصة عشق مع الله يعشق. شوف 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 كيف، شوف 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 شوف، طيحت الدنيا. فخم والله فخم. وهذا طبعا الصوص السري حقهم وربي قوي جدا مرة قوي. شوفوا الخلطة السرية اللي حامل لكم إياها، تجيبوا العيش تقسموه كذا، تجيبوا الدجاجة برضو كمان تقسموها، تغمس الدجاجة كذا جوة الصوص وتطلعها. يا سلام، لسه ما خلصنا. حط الدجاجة على جنب، تجيب العيش تعطيله كذا كاتشب شوية، تمام، تجيب حبة بطاطا، حبة واحدة بس وتكون متوسطة الحجم، حطها كذا، جيب هذا كذا وعلى طول على الليمونة. انا ما حقدر اخلص وربي مره الاكل. احمد دقيقة انادي لكم اخوي الصغير السحس الصغير، تعال تعال عندنا مقطع اكل وانا محتاج يعني رايك المضبوط، تعال. ما اسوي زيت حرام عليك. بالله يا احمد انا حسوي لك لقمه، اعطيني رايك، تمام؟ جيب العيشه، جيب الدجاجه هذه، الصوص، حط لك حبه بطاطس واحده. ليش حبه؟ لوقت الحبه. هذا السر في الخلطه كلها على طول. ها ها كلها كلها. ايوه اديله اديله. والله ما فهمت ولا شيء بس شكله مستمتع. اهضم اهضم، خذ وقتك. اسمع بحكم خبرتك في الاكل كم تقييمك للكم؟ قول طالع في الكاميرا قول لهم كم تقييمك. 10 اوف 10. 10 من. الله اكبر الله اكبر، غلطت يا جماعه المطعم لازم يدفع لي. يعطيك العافيه روح كمل درسك يلا بسرعه، الحق الحق الحق. شكرا نورتنا في المقطع. شاهد شاهد من اهل
انا اقول الطبق هذا بالنسبه لي كطعم 9 من 10. اشكاليته الوحيده في سعره، يعني الطبق هذا مو مره كبير بس مع ذلك سعره 40 ريال، فسعره اعطيه بصراحه 5 من 10. لكن بيئه المطعم ونظافته والخدمه السريعه عندهم 10 من 10 بمرتبه الشرف، من احلى المطاعم اللي يحب وقتي وانا فيه بصراحه، استحق المركز الثالث وبجداره. نروح للمركز الثاني حبيب القلب، الوحش الشيخ الكبير ديب فرايز. يا اهلا وسهلا يا جماعه، ترى المطعم هذا اتعب وانا امدح، اتعب والله يعني ايش اقول، متميز جدا، ويعني اللي شغالين فيه كذا شباب سعوديين كتكوتين حلوين، كل شيء حلو سبحان الله. عزيزي المتابع، قول لا اله الا الله. عزيزي المتابع، طبق عباره عن بطاطس دجاج وفوقه جميع انواع الصوصات، اي صوص عندهم في المطبخ كذا يحطوا بك بك بك. والله يا جماعه الخير المطعم ده انا متشوق للقمه هذه من قبل المقطع، والله العظيم قبل المقطع وانا افكر بالصحن اللذيذ هذا. شوف بسم الله. أما الآن أعزائي المتابعين ننتقل لطبقي المفضل. إذا اللي كان قبله كبير دائما في اللي أكبر منه، مع احترامي لكل المطاعم الماضية لكن هذا في المرتبة الأولى. قبل ما أعرفكم بإيش هذا المطعم، أباكم كل واحد فيكم الآن، إيوه أنت وأنت كله اللي هناك اللي جالس وراك هناك في المجلس كلكم، أبغاكم تكتبوا في الكومنتات إيش هو أحسن مطعم عندكم، إيش المطعم اللي تلجأوا له وقت الجوع تعطوله الثقة الكاملة، راح يوصل لكم الأكل بأحسن شكل، نظافة وسعر وكل حاجة. خلينا نرتب له السفرة كذا لأنه هذا يعني مقداره عالي غالي علينا. لانه سحر يا هلا البيك. يا جماعه الخير البيك، بروست البيك يا جماعه الخير، بروست ما ادري ايش اقول لكم والله ما ادري، انا باكل ماني متكلم اليوم، ابغى اكل. يا سلام بروست البيك الحراق، حط تحتها 200 مليون خط الحراق. البيك يا جماعه الخير مطعم في كل النواحي متكامل والكمال لله، يعني ما يعني انا استحي اتكلم عن البيك، استحي يعني ايش اقول عنه. تجهز الثلاثة صوصات لانه هذه حتكون حليفتك في المعركه. التنوع ده انا احبه، بطاطس دجاج بجميع قطع الدجاج، العيش، الصوص، يعجبني التنوع هذا. وجبه مرتبه لذيذه، تدخل هذا هنا كذا، يا سلام تاخذ لها دار ما دار وتعطيها بسم الله. التوم التوم، واذا اعوذ بالله طفشت من الطعم، روح الصوص اللي بعده على طول كذا، غمس كذا. السعر كمان 10 من 10، وجبه تشبعك، ممكن تشبع صاحبك اللي معك، 14 ريال بس، شويه حاره 14 ريال جماعة. هذه مو أكلة، هذا experience، هذه تجربة. تعرف لما تكون تلعب سوني، لما تلعب باليد ولما تلبس الفي آر، شفت الفرق؟ لما تلعب أنت بتلعب، لما تلبس بار تجربة، تخش اللعبة، تقعد تخش في الأكل. خدمة المطعم ونظافته وبيئته، فيها إشكالية واحدة أي نعم، اللي هي شوية الزحمة، بس على قد الزحمة، يعني شفت المطاعم دي كلها اللي قبل شوية جمعوا زحمتها حطوها، يعني البيك يفوز عليهم لحاله. مع ذلك خدمته ما هي مرة بطيئة بالنسبة للزحمة، يعني ما هي 10 من 10 بس في نفس الوقت ما هي مثلا 7 من 10، 8 من 10 بالراحة. من أنظف المطاعم اللي ممكن تأكل منها، من أحلى المطاعم اللي تأكل منها. أفتكر لما كنت أسافر بريطانيا وزي كذا، وكنت بسافر برا السعودية عموما، في ركاب عشان في بيك في المطار وناس يكونوا مبتعثين وزي كذا، فعشان ما يشتاقوا للبيك والله العظيم قدامي اشوفها يجيبوا صندوق بيكهم. صندوق اكبر من شنطه السفر حقتهم كله بيك، لما يوصل هناك يروح يوزع على اصحابه وما ادري. فعلا مطعم ما اعرف ايش اقول، يعني ايش اقول اكثر من كذا. السلام والله فعلا يا جماعه، انا نسيت نفسي، نسيت الكاميرا قاعد اكل. فعلا يا جماعه الخير، بيك هو المطعم الوحيد من بين الشله كلها، مع احترامي لها كلها، هو الوحيد اللي ممكن اكله كل يوم، ما عندي مشكله. لو يقولوا لي ايش المطعم اللي مستعد تاكل منه كل يوم،
هو حاي أبك وبس والله حلوين. خير وختام لأحلى كلام. إن شاء الله استمتعتوا في المقطع، اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم، اكتبوا لي أكثر مطاعم اللي تحبوها، خلونا نشوف قوائمكم، اقترحوا الوجبات واعطونا تقييمكم للوجبات عشان حتى أنا أتسلى وأقعد أمزمز في الأكل كل مرة أجرب مطاعمكم، وأنتوا عاد جربوا لستتي وراح تدعوا لي. كان معكم عمر من قناة ماكس تشدي، أشوفكم على خير، السلام عليكم. هيتي سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس تشدي وفيديو جديد يا حبيبي. دين أم الحماس، عندي أكل الأسبوع كامل.